مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. بحضور محافظ المثنى افتتاح المبنى الجديد لمديرية شهداء المثنى وتوزيع المنحة العقارية لذوي الشهداء في المحافظة. قسم التدريب والتطوير في مؤسسة الشهداء يقيم دورة تدريبية لموظفي المؤسسة في مجال حقوق الإنسان. في محافظة واسط إطلاق اسم الشهيد شهاب الزويني على إحدى المدارس الابتدائية. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: وفد مؤسسة الشهداء يلتقي وزير البلديات والأشغال العامة ويؤكد حرص المؤسسة على التواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى لتطبيق فقرات قانون المؤسسة المتعلقة بهذه الجهات. أكد رئيس مؤسسة الشهداء وكالة السيد عقيل الكفائي حرص المؤسسة على التواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى من أجل تطبيق فقرات قانون المؤسسة المتعلقة بهذه الجهات. الكفائي الذي رأس وفد مؤسسة الشهداء لزيارة وزارة البلديات والأشغال العامة أشاد بالتعاون الذي تبديه الوزارة ممثلة بمعالي الوزير السيد عادل مهودر في تخصيص قطاع الأراضي السكنية لذوي الشهداء. من جانبه جدد معالي الوزير توجيهه جميع الدوائر البلدية بمنح مؤسسة الشهداء أولوية في تخصيص قطاع الأراضي السكنية لذوي الشهداء وقطع الأراضي لبناء مديريات ومكاتب الشهداء في المحافظات. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه فوق كل ذي بر بر إلا أن يسقط المرء شهيدا في سبيل الله، فما فوق ذاك من بر. من هالمنطلق أنه كل ما نقدم للشهداء فأنا أتصور وأتصور قناعة الجميع بأنه قليل جدا بحق الشهداء. اليوم تشرفنا وبزيارة الوفد الكريم من مؤسسة الشهداء تم التطرق إلى كثير من المسائل التي تهم ذوي الشهداء وعوائل الشهداء. نحن كوزارة بلديات وأشغال عامة كل توجهاتنا وأنفاسنا مع المؤسسة، مع تقديم كل التسهيلات، كل الدعم وكل المساعدة لهذه الشريحة التي ظلمت والتي نحاول بهذا القدر والنزل اليسير أن نرفع بعض هذه المعاناة على كواهلهم. بخصوص تخصيص الأراضي لذوي الشهداء، أكدنا في كتاب سابق لكل المحافظات على أن تكون لك أولوية لذوي الشهداء، واليوم من خلال هذه الزيارة سوف نؤكد مرة ثانية على كل مدراء البلديات في البلد على أن تكون الأولوية لذوي الشهداء في تخصيص الأراضي. كذلك عملية تخصيص أراضي لمكاتب أو المؤسسات الفرعية في المحافظات أيضا وجهنا بكتاب رسمي للمحافظات على أن تخصص أراضي لمؤسسات الشهداء، دوائر مؤسسات الشهداء في المحافظات. نحن بصورة عامة وإجمالا مع كل ما يقدم خدمة لذوي الشهداء وعوائل الشهداء. وفد مؤسسة الشهداء الذي ضم أيضا السيد أيوب قاسم عضو مجلس الرعاية المشرف العام على الإعلام والسيد ختام محان مدير العلاقات العامة في المؤسسة قدم إلى وزير البلديات والأشغال العامة درع مؤسسة الشهداء تقديرا لجهوده في دعم المؤسسة خدمة لذوي الشهداء. أهلا بكم من جديد. بحضور محافظ المثنى وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية أقامت مديرية شهداء المثنى حفلا كبيرا بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لمقر المديرية وتوزيع المنحة العقارية لذوي الشهداء في المحافظة. لنتابع هذا التقرير. على مدى 4 سنوات هي عمرها
تميزت مديرية شهداء المثنى بتقديمها أفضل الخدمات لذوي الشهداء في المحافظة بما يتناسب والتضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء المثنى في تصديهم إلى نظام البعث البائد. ومع ازدياد عدد الشهداء المسجلين في مديرية شهداء المثنى واتساع نشاطاتها، كان لابد من توفير مبنى يليق بأسماء الشهداء ويلبي احتياجات ذويهم لدى مراجعتهم المديرية، ما دعا محافظة المثنى إلى المبادرة لإنشاء مبنى جديد لمديرية الشهداء في المحافظة. جرى افتتاحه في حفل كبير حضره محافظ المثنى وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية. هذا المشروع المنفذ من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم جاء تعزيزا وانسجاما لدور الحكومة في دعم هذه المؤسسة ودعم مديرية الشهداء المثنى ليكون هذا المكان إن شاء الله صرحا ومكانا ليضم هذه الشريحة التي من أجلها كانت كل الأمور، وبفضل دماء الشهداء وتضحياتهم ما نحن عليه الآن، نعيش عصر التحرر والانعتاق، عصر الديمقراطية. وإن شاء الله من خلال التوجيهات التي قدمت للدوائر الخدمية ولكافة مؤسسات الدولة في المحافظة سوف يكون هناك دعم لعوائل الشهداء في تقديم المنح، في تقديم التسهيلات، في تقديم الامتيازات الخاصة التي تعطي الأولوية لذوي الشهداء. مديرية شهداء المثنى وزعت مبالغ المنحة العقارية لعدد من ذوي الشهداء في المحافظة على هامش افتتاح مبنى المديرية الذي جاء ثمرة للتعاون بين المديرية ومحافظة المثنى، كي تتمكن مديرية شهداء المثنى من تقديم المزيد لذوي الشهداء في المحافظة. حقيقة لدينا تنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة المثنى لإنجاز مثل هكذا مشروع بناية مديرية الشهداء المثنى وعلى هيئة إعمار المثنى بمبلغ 1.130 مليون دينار عراقي. حقيقة هذه الصرح وهذا البناية أهميتها لتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء في كل الجوانب. تسعى المؤسسة لإعداد ضوابط كثيرة فيما يخص ذوي الشهداء ولقتل الروتين الذي يحصل في الدوائر الموجودة. مؤسسة الشهداء قدمت الكثير من إنجازات لذوي الشهداء، منها بدل الوحدة السكنية، المنحة العقارية، هدية الزواج لذوي الشهداء، بالإضافة إلى إعانات اجتماعية وإعانات صحية وإعانة الطلبة ودفع أجور الطلبة المقبولين على قناة ذوي الشهداء. حقيقة كثير من الإنجازات اللي قدمتها المؤسسة، وبالتالي مديرية الشهداء المثنى من خلال عام 2011 استلمت مبلغ 13 مليار دينار عراقي من استحقاقات لذوي الشهداء. شكري وتقديري إلى مسؤولي الدولة عامة، وبالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة الشهداء وإلى مسؤولي الدوائر والحكومة المحلية في محافظة المثنى. المسؤولون في الحكومة المحلية في المثنى ثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مديرية شهداء المثنى خدمة لذوي الشهداء، مشيدين بمتابعة المسؤولين في المديرية ميدانياً لمراحل إنشاء مبنى المديرية ليخرج بهذا المستوى المعماري. انتقلوا إلى هذه البناية تكفيهم وتسد الحاجة، لأنه تعرف كادر كبير وموظفين ومراجعين، عدد كبير من المراجعين وعدد كبير من عوائل وذوي الشهداء. وحقيقة يعني أنا لاحظت أنه مجموعة كبيرة من الهدايا كانت مطروحة وموجودة بالقاعات توزع على عوائل الشهداء، وبالتالي فإنه يعني دائرة الشهداء إن شاء الله يعني مؤدية واجبها اتجاه عوائل الشهداء، لأنه الكادر اللي موجود قدم أقصى جهوده في سبيل إنجاز هذا المشروع. كانوا على متابعة مستمرة مدير المؤسسة والأستاذ معاون المدير والكثير من موظفينهم، أيضا متابعة مستمرة ليلا ونهارا وبعد الفطور أثناء رمضان وبأيام العطل وبأيام الجمعة، وبدعم متواصل معنويا طبعا وماديا بالتنسيق مع الإدارة المحلية وبالتنسيق مع سيد المحافظ وإدارة العقود، إلى أن يتم إنجاز العمل يعني وجه مشرف إن شاء الله وبما يرضي يعني المسؤولين في المحافظة. افتتاح مبنى مديرية شهداء المثنى يأتي ضمن خطة مؤسسة الشهداء لإنشاء مقار جديدة لمديرياتها مصممة على وفق أحدث الطرز المعمارية بما يؤمن أجواء مناسبة للعاملين فيها ليتم
يتمكنوا من أداء واجباتهم في خدمة ذوي الشهداء. عندما تتساقط الأوراق الخضر وتجف منابع الحياة في بيوت الضحايا، تبقى هناك يد واحدة لرعايتهم. مؤسسة الشهداء هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بذوي الشهداء من ضحايا البعث البائد. أقام قسم التدريب والتطوير في مؤسسة الشهداء بالتعاون مع المعهد الوطني لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان دورة تدريبية لموظفي المؤسسة في مجال حقوق الإنسان من أجل الارتقاء بمستوى أدائهم في خدمة ذوي الشهداء. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. باعتبارها إحدى أهم مؤسسات العدالة الانتقالية، أخذت مؤسسة الشهداء على عاتقها فضح وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها نظام البعث البائد في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن جرائمه البشعة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين. وفي إطار التعاون المتواصل مع وزارة حقوق الإنسان، ومن أجل أن تطلع ملكات مؤسسة الشهداء على المبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتتمكن من أداء واجباتها بما يتناسب وتضحيات العراقيين في تلك الحقبة المظلمة، أقام قسم التدريب والتطوير في مؤسسة الشهداء بالتعاون مع المعهد الوطني لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان دورة تدريبية لموظفي المؤسسة في مجال حقوق الإنسان. ذوي الشهداء هم أكثر شرائح المجتمع العراقي تضرراً من السياسة التي انتهجها نظام البعث البائد، والتي كانت منافية تماماً للمبادئ الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية من أجل التعرف على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذه دورة تعد من متطلبات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبي
مؤسسة الشهداء، خصوصا أن هذه المؤسسة ترعى ذوي الشهداء، يعني هذه الشريحة اللي عانت ما عانت من انتهاك لحقوقها. فبالتالي التثقيف على حقوق الإنسان، على ما هي الحقوق، كيف ممكن المطالبة بها، ما هي المؤسسات الحامية لحقوق الإنسان على مستوى الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي، ما هي الاتفاقيات الأساسية التي صادق عليها العراق خلال يعني هذه العقود من عمر الدولة العراقية، وما هي الالتزامات الواقعة على العراق تجاه أبناء مجتمعه، على الدولة العراقية تجاه أبناء المجتمع أولا وتجاه المجتمع الدولي. كل هذه المعلومات والمعارف ممكن أن تعطى وأن يعرف بها أبناء مؤسسة الشهداء، وهذه تعد من بواكير عملنا مع هذه المؤسسة. ونأمل إن شاء الله خلال يعني الخطة الجديدة في العام القادم عام 2012 إن شاء الله للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، أن نستهدف أبناء هذه المؤسسة ومؤسسة السجناء وبقية مؤسسات المجتمع المدني وحتى وزارات الدولة العراقية بعدد كبير من الدورات التدريبية بهدف تثقيف منتسبيها في مجال حقوق الإنسان وأهمية تفعيل منظومة حقوق الإنسان داخل المجتمع العراقي للحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها الإنسان العراقي بعد أن بذل دم وجهد وضحايا كثيرين، وأن لا نرجع إلى عهد سابق من ضمن يعني عهود الدكتاتورية والظلام. المشاركون في الدورة التدريبية من موظفي مؤسسة الشهداء أكدوا أنها أكسبتهم من المعارف في مجال حقوق الإنسان ما يؤهلهم لتقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء لتعويضهم عن الحيف الذي طالهم في حقبة الدكتاتورية البغيضة. اليوم أقامت مؤسسة الشهداء بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان معهد التطوير الدورة حول مفاهيم حقوق الإنسان. كانت هذه الدورة استفدنا منها نحن كموظفين من مختلف المديريات استفادة واسعة، تعلمنا منها ما هي مفاهيم حقوق الإنسان. كانت هذه الدورة جيدة، هي دورة تطويرية تساعد الموظف على تقديم كل ما هو أفضل وكذلك تطور في كوادر المؤسسة. اعرف حقوقك وساعد في الدعوة إليها والدفاع عنها من أجلك أنت ومن أجل إخوانك، شعار رفعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل مؤسسة الشهداء على جعله واقعا عمليا عبر تطوير قابليات موظفيها في مجال حقوق الإنسان. بجهود مديرية شهداء واسط وبمشاركة ممثلي الحكومة المحلية ونقابة المعلمين في المحافظة، أقيم احتفال كبير بمناسبة إطلاق اسم الشهيد شهاب الزويني على إحدى المدارس الابتدائية في محافظة واسط. المزيد في التقرير الآتي. منذ أن بدأت مؤسسة الشهداء المرحلة الثقافية في مسيرتها والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق واحد من أهم أهدافها، وهو تمجيد الشهيد وترسيخ قيم الشهادة من خلال الفعاليات المختلفة، سعت المؤسسة عبر ميادين العلم والثقافة المختلفة إلى نشر الوعي بين أبناء الجيل الجديد، بمعنى أن يضحي الإنسان بحياته من أجل أن يحيا الآخرون بكرامة. وفي إطار المرحلة الثقافية للمؤسسة، شاركت مديرية شهداء واسط في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة إطلاق اسم الشهيد شهاب الزويني على إحدى المدارس الابتدائية في المحافظة. دابت مديرية شهداء واسط تعاون مع مديرية تربية واسط، كان هناك بروتوكول عمل مع هذه التربية لغرض تسمية المدارس التي كانت في نظام البعث البائد، ومنها الأسماء التي كانت باسم ذلك النظام القديم. حقيقة نحتفل هذا اليوم بتسمية مدرسة الشهيد السعيد سيد شهاب الزويني، هذه أول مدرسة في المحافظة. هناك كذلك مدرسة باسم الدكتور برهان نزر أيضا مستمرين، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والأخوة الباقين في المجلس المحافظة والمجلس المحلي في هذا الخص إن شاء الله نصير عليه. تكريم الشهداء بإطلاق أسمائهم على المدارس والمؤسسات والشوارع ممارسة حرصت مؤسسة الشهداء على تبنيها بالتعاون مع الحكومات المحلية، عرفانا لدماء الشهداء التي رسمت صورة العراق الجديد.
حقيقة هذا اليوم هو يوم فرح كبير بحضورنا إلى تجمع لتغيير اسم من أسماء المدارس التي كانت في زمن النظام البائد، وتم تغييرها إلى اسم شهيد من شهداء الإسلام، شهداء الحركة الإسلامية، شهداء الدعوة الأوائل الذين قدموا وضحوا في وقت الذي كان العراق في سباق، وحاليا هم رموز شامخة أسماءهم موجودة حقيقة على واجهات المدارس، وهذا دليل وعي ودليل تعاطف حتى أبناء الشعب العراقي وأبناء المنطقة الذي تربى يستذكرون ويكون لهم منار دائم في بناء هذا البلد. بمشاعر الفخر تحدثت شقيقة الشهيد لدى حضورها حفل افتتاح مدرسة الشهيد شهاب الزويني، مؤكدة أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة التي كان أحد طلابها يعيد إلى الأذهان السيرة الجهادية للشهيد والطريقة البشعة التي استخدمتها أجهزة نظام البعث البائد القمعية في تصفيته. أنا أعتبره يوم عرس لأخي الشهيد البطل السيد شهاب السيد حميد عبود الزويني. هذا اليوم الذي جعلت المدرسة التي هي مدرسته باسمه مدرسة الشهيد شهاب. هذا الشهيد البطل قارئ القرآن في زمن الظالم صدام اللعين الظالم المجرم، وقارئ القرآن وقارئ الدعاء، الشهيد الذي أحرق قلوبنا لأنه أعدم بمثرمة صدام اللعين. وأنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير تربية واسط وإلى الأستاذ منعم معاون مدير التربية وإلى الحاج نصير مدير مؤسسة شهداء واسط على الجهد الذي بذلوه من أجل جعل هذه المدرسة باسمه، وأشكركم جميعا على موقفكم المشرف، والحمد لله رب العالمين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى الشهداء. تمجيد الشهادة وإعلاء أسماء الشهداء الذين عبدوا بدمائهم الطاهرة طريق الحرية في العراق الجديد، ممارسات تنم عن الوفاء لتضحيات الشهداء وتعبر عن الارتباط الروحي بهم. تغيير الأسماء إلى أسماء أخرى لا محال، هو مرتبط مع عمليات التغيير التي تمت وحصلت بالعراق، العراق الديمقراطي الجديد، عراق السلام والأمان. هناك من ضحى وأعطى كل شيء، علينا اليوم أن نقف إجلالا وإكراما لتلك الأرواح التي ضحت، وهذا جزء بسيط ويسير الحقيقة قامت به مؤسسة الشهداء وتربية واسط، مشكورة بتغيير بعض الأسماء لأسماء أعطت كل شيء للعراق العظيم. شكري وتقديري لكل من ساهم في هذا الاحتفال، وأنا على يقين أن أرواح الشهداء هنا اليوم تحوم حولنا لنرسل لها تحايانا، وترسل لنا وترسل من خلالنا أرواحنا ووجودنا إلى السماء. المدرسة هي أولى المراحل في صقل شخصية التلميذ ليكون عنصراً فاعلاً في صنع مستقبل العراق. من هنا تأتي أهمية أن يتعرف التلاميذ على الشهداء ويطلعوا على سيرهم الجهادية ليكون الشهيد رمزاً وقدوة يقتدون بها. راح يشوف التلميذ أن الشهيد مكرم، السجين مكرم، المظلوم مكرم ذاك الزمان، وراح يشوف هذا الاسم نابع من الوسط الاجتماعي اللي هو عايشه، ودائما هذا الاسم هو تغنى به، فراح يعطي حافز لي انه اول مره ثبات على المبدا، وثانيا يكون حافز للدراسه. طبعا هذا نبراس انه نغير من اسم الى اسم، نعتز احنا بشهدائنا اللي ضحوا من اجل بلدهم ورفعوا راس العراق عاليا. ودائما طلابنا يعني دائما يتحدثون عنه، ما معنى شهيد؟ احنا نملي مسامعهم عن الشهيد وعن تضحياته، فاحنا دائما نشوفهم بالصف، يعني من تقول له على الشهيد شهيد ما معناه؟ وليش تبدلت هذه الصف؟ يعني تجي تنظر الى ليش بدلنا اسم مدرستنا؟ شنو السبب؟ طبعا الشهيد قدوه.
العراق يكرم شهداءه، شعار بات يجد مصداقاً له في المؤسسات التربوية، وهي تطلق أسماء الشهداء على المدارس كجزء من التكريم المعنوي لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم كي ينعم العراقيون بالحرية. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.